أهلا بكم. الثأر واجب علينا والقرار في يد الميدان، ولا بد من الرد عسكريا. كلمات انطلقت من طهران والتحق بها رصاص بيروت وحملها رجال صنعاء. لا تراجع أمام استهتار الكيان، العين بعين وحاجب والسن بعشرة. راية القصاص رفرفت فوق قبة جمكران. الانتظار نصف الرد، والنصف الآخر سيحسمه زلزال محور المقاومة الذي سيهدم الأركان ولن يترك للعدوان باقية. أنتم من بدأتم، والنهاية ستكون نصيبكم. لن تنفعكم الدروع الغربية ولا رعونة النت ياهو. أما اليد التي تطاولت على الاغتيال والاستهداف فستقطع عاجلا أم آجلا، ولقادة المقاومة كلمة ستترجمها الأفعال، وللرد بقية في قادم الأيام. أهلا بكم. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ملفنا الأول رح يكون عن خيارات رد محور المقاومة على تجاوز الكيان الصهيوني الخطوط الحمراء واستمرار عدوانه في أكثر من جبهة. ومحور حديثنا بهذا الملف رح يكون مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عباس العرداوي. مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. وعبر سكايب الناشط السياسي من فلسطين الأستاذ إسماعيل مسلماني. مرحبا بحضرتك أستاذ إسماعيل. أسعد الله أوقاتك لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. أهلا بجنابك سيد عباس. أبدأ مع كلام ومواقف الإمام الخامنئي والسيد حسن نصر الله والسيد الحوثي، واضح وصريح. ماذا ستكون خيارات الرد برأيك في قادم الأيام على الاستهتار الصهيوني المدعوم أمريكيا؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل التحية لك سيدي الكريم ولضيفك المحترم ولقناتكم ومتابعكم الكرام، والرحمة والرضوان لأرواح الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الأمريكي والصهيوني. لا شك في الجريمة الأولى التي قررت الجمهورية الإسلامية ردع الكيان الغاصب حينما استهدفت سفارتها، كانت قد استعرضت القوة بشكل واضح وقصفت بأكثر من 400 صاروخ ومسيرة وغيرها، ودكت تل أبيب بالصواريخ والقواعد. كمراقبين ونتوقع أن تختلف هذه المعادلة، معادلة الردع، لأن هنالك مساس بالأمن القومي الإيراني من جانب، واستهداف لضيف محترم الشهيد إسماعيل هنية، واستهداف لمفاوض سياسي كان ممكن أن يكون جزء من الحل في المشكلة، واستهداف للشعب الإيراني وللحكومة الإيرانية المؤسسة الأمنية بشكل كامل. نعم. هذا الاستهداف مجمل هذه الخطوط هذه تحتم على أن لا يكون ردا كرد الاستعراض السابق، إنما استخدام للقوة. يعني إذا صحت العبارة، إذا قلنا أن في البداية كان هنالك استعراض للقوة الإيرانية فإنها تستطيع ردع تل أبيب، اليوم سوف يتم استخدام القوة، وبالتالي لن تكفي الصواريخ ولا المسيرات ولن تكون الضربة بهذه الطريقة، إنما سيكون هنالك ردا قوميا يعيد للجمهورية الإسلامية اعتبارها من جانب. استخدام القوة من قبل الجمهورية الإسلامية بشكل مباشر أم من قبل فصائل المقاومة؟ طبعا بحسب كلام السيد الإمام القائد، وبحسب تصريحات قادة الحرس، وبحسب التصريحات الرسمية
الرد ملزم به الجمهورية الإسلامية لأنه ضيفها من جانب، وجانب آخر لأنها وعدت بالرد. لهذا واضحة جدا مقولات السيد الإمام القائد بهذه القضية. هذه نقطة. نقطة ثانية، هنالك جريمة أخرى ارتكبت في المنطقة وهو استهداف في العراق لجرف الصخر لأبطال مقاومين شجعان كانوا في واجب أمني لتأمين زيارة الأربعين اللي تضم أكثر من 20 مليون زائرا في محيط كربلاء، لتعودنا أن هذا المحيط محيط الجرف ومحيط يتزامن مع إطلاق لأكثر من 450-470 إرهابي في الحدود. كل هذه تذهب خيرة الخبراء لتأمين الطريق ودراسة جغرافيته ولمعرفة الاستحقاقات المطلوبة لتأمين الطريق لتقويض حركة الإرهابيين اتجاه محافظة كربلاء وتأمين حياة الزائرين، يتم قتلهم بدم بارد من قبل الطائرات الأمريكية والقاصفات الأمريكية. هذا أيضا سيكون له ردا آخر وستتكفل به الهيئة التنسيقية والفصائل المقاومة التي أعلنت بشكل صريح لأنها تسكت على دمائها. أيضا لا ننسى في الضاحية هذا الاعتداء المباشر على السيد فؤاد رضوان الله عليه رئيس أركان الحزب وأحد القيادات المهمة في حزب الله، وصريحا تحدث سماحة السيد نصر الله حينما قال ستضحكون قليلا وتبكون كثيرا. لا شك لدي أن هنالك ردود كبيرة ومتواصلة ومتواترة، وحالة الرعب التي تمر بها الكيان الغاصب وحالة الانكماش المباشر لأمنه ولمسارات في كل العالم بدأ يتحرك باتجاه محاولة حماية مؤسساته وغيرها. اللي يهمني أيضا يجب أن نلتفت إلى أن الجميع الآن يطالب إيران بالتعقل والهدوء وضبط النفس، ويطالب العراقيين بالهدوء وضبط النفس، ويطالب أنصار الله ويطالب حزب الله. أين كان ضبط النفس من إسرائيل؟ بالتالي عملية الدفاع هي عملية ماشية، وأعتقد خطواتها ستكون مؤثرة في المنطقة. سيد عباس، ذكرت أن المقاومة العراقية سيكون لها رد على هذا الاستهداف، لكن لحد الآن لم نرى بيانا واضحا أو موقفا واضحا بشأن الرد على هذه الأجواء. المقاومة تعودت على أن تكون أفعالا لا أقوال، لهذا عملية التلويح بالقوة غادرناها، الآن بدأت ممارسة القوة. لهذا نجد أن اليوم الجانب الأمريكي يدرك هذا، يدخل قواعده في إنذار. حتى القواعد في الدول المجاورة اللي إذا كانت بعلم حكومات المستضيفة لها فتتحمل المسؤولية، لم تكن بعلم الحكومات المستضيفة عليها أن توقف هذه العمليات اللي يعني لا شك أنها عمليات جبانة. هل تعتبر الجبهة العراقية من الجبهات المؤثرة التي تغير المعادلة في هذا المجال وفي محور المقاومة؟ إحنا قلب المعادلة، فبالتالي لا شك أننا نقطة الوصل الكبرى في هذه المعادلة. مسيرات الشجعان في المقاومة العراقية وصلت إلى تل أبيب، وصواريخهم وصلت إلى القواعد الأمريكية، وعملية الاستهداف نوعية، والضربات أكثر من 180 عملية لحد الآن منذ الإعلان على غيرها. لكن عملية التنسيق الجهود في أن لا تكون هنالك حالة من الإرباك السياسي والاجتماعي التي تسعى لها الولايات المتحدة الأمريكية في كل عمليات قتل، هي اصلا تذهب الى عمليات تشنج. يعني في حينما تتحدث الحكومه العراقيه عن يعني عمليات تنظيم للانسحاب، هي تقتل المواطنين، قتلت مواطنه من خلال رصاصه قناص من السفاره الامريكيه، مواطنه اثناء صلاه المغرب، تقتل مجاهدين يعملوا على تقويض الارهاب ونشر الامن، تقتل بالحشد الشعبي، تقتل المواطنين، يعني بغض النظر عن تسميتها لهؤلاء، مثل ما جرى مع الشهيد ابو باقر، مثل ما جرى مع الشهيد ابو تقي، مثل ما جرى مع الاخرين. اسمح لي سيد عباس، اعود لحضرتك بعد ان انتقل يا سيد اسماعيل المسلماني. سيد اسماعيل، اجدد الترحيب بحضرتك واسالك بدايه، ما الذي دفع او جعل نتنياهو ان يتجاوز الخطوط الحمراء ويتجرأ على فتح 3 جبهات في آن واحد؟ وأيضا ما مدى تأثر معادلة القوى الميدانية للقسام بعد التطورات الأخيرة، وما هي خيارات المعركة لديكم خلال المرحلة المقبلة؟ أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى وعزاؤنا للجميع الشهداء. طبعا سؤال في محله وجاء في التوقيت المناسب. نتنياهو خرج إلى واشنطن وألقى خطاب يعني تضليل وأكاذيب، وأعطى درس
تاريخي وسياسي، وأحرج الإدارة الأمريكية في الخطاب الكونغرس. وإذا انتبهنا في مجمل الخطاب، تحريض واضح كان على إيران، وأن إيران هي مركز المحور، وأن إيران ووكلاءها بين قوسين التي تعتبر بأنهم يشكلون خطر التهديد، وبالتالي نتنياهو هو يحمي الشرق الأوسط ويحمي أمريكا من هذا العداء، ووصف أن هناك حضارتين، حضارة الشر وحضارة الخير، بما معناه أنها هي حامل المشروع الديمقراطي، ووصف الجميع بالدواعش، ووصف الجميع بالهمجية التي كانت موجودة. هو نجح في معادلتين حقيقة، هذه يعني نتنياهو بالمستوى الداخلي استطاع أن يلملم صفوف الإسرائيليين التي كانت في حالة انقسام وحالة اصطدام، لدرجة أن اليوم على سبيل المثال معاريف تقول بأن 69% مع الاغتيالات. هذا ناتج عن سياسات حكومة الفاشية منذ أن بدأت سياساتها وخلقت إلى ما توصلت إليه. لكن أعود مرة أخرى، ونتنياهو وضع نفسه في زاوية الحجر، وكان آخر صفقة تبادل في الحديث بها كانت في روما، وبالتالي وضع شروط يعني تعجيزية، لدرجة أن رئيس الموساد ورئيس الشباك يعني رفعوا أيديهم عن هذا الموضوع، بسبب أن التعجيز بمثل الأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مثل تفتيش الأهالي من الجنوب إلى الشمال، عدم الخروج من التريم، يعني وضع تعقيدات، واضح جدا أنه لا يريد هذه الصفقة، وبالتالي استعاد موضوع الخطر الوجودي في المنطقة، وبدأ بضرب. بدءا انظر خلال أسبوع افتعلوا قضية مجدل شمس، نعم، بافتعال قضية هذه طبعا لها طابع درزي طائفي من البني المعروف، ولها حساسية في المنطقة، خاصة لبنان، فلسطين، سوريا، وهذا كان له دور. لكن المرجعيات الدينية نجحت واستطاعت، والجولان والدروز في الجولان لهم دور مميز، معروفون بالوطنية العالية جدا والعقائدية، فهم لا ينجرفون وراء هذه السياسات التضليلية. سيد إسماعيل، لكن دقيقة، حدث درعا في الأسبوع الماضي، موضوع مجدل شام، حدث درعا، كانت هناك استهداف، ثم انتقال إلى ضاحية الجنوب بالعمق اللبناني واغتيال الصف الثاني فؤاد شكر، ثم ضرب بابل في للحشد الحزب الحشد العراقي الموجود التابع لحزب الله، وبنفس الوقت كان ضرب استهداف إيران، وكان مقصود استهداف إيران لهنية في هناك، وسوف أتكلم عن ما الرسائل وراء استهداف هذه المنطقة بالتحديد. إذن هو أراد، والإحديدة في اليمن كانت خلال فترة الأسبوع، إذن هو خلط الأوراق كلها لتوجيه الأنظار، أن يقول لغزة لا أحد معكم، وأنا أستطيع أن أضرب كل جبهات الإسناد الموجودة في المنطقة، أي بمعنى محور المقاومة الخارجي التي رأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. لكن في الخلاصة، ما هي الرسالة التي وصلت لغزة الآن؟ أعد السؤال. الخلاصة، ما هي الرسالة الآن التي وصلت إلى غزة؟ يعني اليوم أهالي غزة كيف ينظرون إلى محور المقاومة في كل أنحاء الشرق الأوسط؟ يعني أولا دعني أقول قضية أساسية، رغم أن هذا لا أحب أن أتحدث به، لكن للحق يقال. نعم. لأول مرة على مدار التاريخ منذ 1400 عام، المرجعية الدينية الجعفرية على الطريقة الجعفرية، الشيعة تصلي لقائد سني موجود، هذا لم يحصل له مثيل نهائيا، وبالتالي تكسرت هذه الحواجز نهائيا، وأعطت انطباع مهيب. نتكلم عن 3 ملايين حضروا بجنازة مهيبة، لم يحظى أي قائد على هذا المستوى الفلسطيني أتكلم بهذا. ثانيا انتقل اليوم إلى الدوحة، وهنا على الطريقة الحنبلية أيضا كل عواصم العالم أقاموا صلاة الغائب بمجمل كل الملايين العالم الموجودة، سواء محليا أم إقليميا أم عربيا أم دوليا، وبالتالي
هنا أعطى النفذ. أيضا لأن أنت الخطابات الثلاثي، بمعنى خطاب إيران الذي يبدأ من المرجعية العليا للخمينية مرورا بكل مؤسسات إيران، الموقف كان واضحا. أولا هناك مس واعتداء على إيران، مس اعتداء على شخصية مثل هنية. ثانيا هذه معادلة مهمة، أن هناك ننتبه أن 14 نيسان تختلف عن اليوم. بماذا تختلف؟ أن تذكرون حين الخمينية قال تنبيه، هذه المرة قال محاسبة، وكلمة محاسبة ورفعوا الأعلام الحمر، وتفهم الأعلام الحمر هذه لأول مرة، انتشرت بالمناسبة بكل منصات التواصل على المستوى العربي، تعني الثأر. والثأر يعني هنا في معادلة تخرج عن قواعد الاشتباك التي كان الصبر الاستراتيجي منذ أن تم ضرب السفارة الإيرانية في دمشق، على اعتبار فما بالك الحديث في قلب العاصمة الإيرانية. وبالتالي الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع الأهالي غزة هم يعني يعتبروا أن هذا إسنادا للقضية الفلسطينية، إسناد للشعب الفلسطيني. جيد سيد إسماعيل، أعود لحضرتك. سيد عباس، لكل فعل رد فعل والكيان الصهيوني ونتنياهو، من المؤكد حتى مع الولايات المتحدة قد درسوا أنه في حال أي هجمة أو أي انتهاك سيقابل برد من قبل الجمهورية الإسلامية أو فصائل المقاومة، وعندما قرروا فتح جبهات متعددة، هل لدى الكيان وجيش الكيان اليوم القدرة على فتح جبهات أكثر من 4 جبهات إلى 5 جبهات؟ لديه القدرة على صد هذه الجبهات؟ وما هو السيناريو المتوقع والذي تريده إسرائيل وأمريكا؟ لا سيدي الكريم، يجب أن نلتفت إلى نقطة مهمة جداً، أنه نتنياهو ليس أمامه إلا الحرب، لأن استقرار الوضع وعودة الأمور إلى حالة السلام معناها عودة إلى محاسبته. لا ننسى المظاهرات التي خرجت، عوائل المقتولين والأسرى يبحثون عن أجوبة، كثير من الشخصيات على المستويات الأمنية حملته المسؤولية، وزير دفاعه وغيره. مستوى الانهيار الأمني، حديث عن القبة الحديدية، الحديث عن عدم الوصول والسيطرة وعدم القدرة على الآخرين، ذكر معي البالونات المحترقة كانت تشكل عائق كبير، فكيف بالصواريخ تقصف على تل أبيب؟ هذه نقطة. نقطة مهمة أخرى، هو يدرك أنه ليس بيده حل الوقوف، هو قام بعملية الضرب والرد والاستهداف، لكنه يعرف جيدا أنه محور المقاومة هو من بيديه قرار الاستهداف من عدمه. ثانيا ومهمة جدا، أن عملية الاستهداف قد يرى نتنياهو أنه يقوم بعملية حرب في المنطقة فقط، لكن المحور يستطيع أن يقوم بالحرب في كل منطقة، بالتالي كل مصالح إسرائيل وبريطانيا وأمريكا مهددة. التطور الكبير الذي قام به أنصار الله من قطع الطريق عن البواخر وقطع الممرات بشكل كامل عن إسرائيل وعن من يقف معها، هذه أيضا لها تداعيات كبرى لا يستطيع ردعها. فبالتالي نتنياهو يدرك أنه عودته أنه ليس أمامه إلا هذا الطريق. هذا الطريق هو الأطراف لا تريد تذهب إلى حرب شاملة، تتعامل بحكمة، تستهدف استهدافات مهمة وأساسية، هو بالمقابل يعمل على العبث بها. مرة يعني بقرار مع الجانب الأمريكي، يعني الرد بشكل مباشر وقوي لا يعني خيار الحرب. لا هو يذهب إلى حالة تحصين موقفه، ويذهب إلى انهيار المنطقة. تعرف أنه يعمل على أن تكبر المسألة حتى يتم التدخل، هذا راح يصير تأثير على تدفق النفط إلى أوروبا، فبالتالي أوروبا تريد تتدخل بالقضية، يعمل الصين تتدخل، انخفاض بمستوى الاقتصاديات، ارتفاع بمستوى الأسعار، النفط، الغاز، غيره، تداعياتها، احتراقها، هذه الانعكاسات الكبيرة جداً تشكل عنق زجاجة. فبالتالي هو يعمل على هذا، يعمل على تضييق الأمر ودعوة حلفاء إلى المشاركة، وكان يتمنى أن البوارج الأمريكية تدخل لتحارب الجمهورية الإسلامية أو تدخل على السواحل لحزب الله وللبنان، كان يعمل على أن ينتج هذه القضية. لكن ما تبدي الجيد بالمحور أنه يتعامل بحكمة بالقضية. اليوم هذه الاستهدافات هي مدانة بالقانون الدولي،
وشكلت تهديد، الجمهورية الإسلامية سوف تقوم بالرد بحسب المادة 51 بالاتفاقيات الأمم المتحدة، وبالتالي هذه لا تسمح لأمريكا وبريطانيا وغيرها من الحلفاء في أن يتعاملوا معها. هذه عملية تقويض الوجود الصهيوني على المستوى الأممي، على المستوى الدولي، عملية محاصرته قانونيا، خلق بيئة لدعم فلسطين أنتجتها الدماء الطاهرة لشهداء فلسطين، وبالتالي المحور لا يريد أن تضيع هذه هدرا. هل ترجح توحد جبهات المقاومة في الرد على الكيان الصهيوني الغاصب، أم سيعتمدون مبدأ تعدد الجبهات المحتملة؟ لا، الواضح جدا أنه المحور هو يعمل بوحدة الساحات، لأن القضي لأن العدو هو لديه وحدة الدفاعات المباشرة، نفس البارجة وقد تكون نفس القاعدة تنطلق من عندها المسيرة القاصفة أو الطائرة القاصفة اللي تقصف في بغداد أو في دمشق أو في بيروت أو في طهران أو في صنعاء. بالتالي حق الاستهداف، أولوية الاستهداف، هذه أكيد استراتيجية المقاومة تعرف وين تؤثر، كيف تؤثر، لماذا يتم استهداف هنا، لماذا استهداف هناك، هذه تقع على مستوى الأولويات التي تضعها محور المقاومة، لأنه يدرك أن المعادلة في المنطقة هي معادلة إقليمية، هي معادلة دولية، فهو يستطيع أن يعني يحرك الاستهدافات بما ينفع استراتيجيته بالسيطرة على الكيان الغاصب والنصرة لشعب فلسطين. جيد أستاذ إسماعيل، كيف تقرأ أو ما هي توقعاتك بعد الرد الذي وعدت به الجمهورية الإسلامية وفصائل المقاومة للكيان الغاصب؟ نعم، أولا دعنا نضع المشاهدين في سلسلة ما يجري في داخل إسرائيل الآن. حالة الترقب وحالة الانتظار وحالة التوتر هي ساعة الموقف وساعة اللحظة، خاصة بعد تشييع جثمان الشهيد هنية في الدوحة، وبالتالي هنا بدأت العد التنازلي في داخل إسرائيل بوضع المنظومة الدفاعية بدءا من القبة الحديدية مرورا بمقلاع داود وحيث أي سهم وأريحو وكافة الجبهة الداخلية التي أعلنت من التموين والكهرباء والمولدات والطعام وإلى آخره، وهناك حالة استنفار على مستوى الأمني لكل المؤسسات الأمنية والعسكرية في داخل إسرائيل، ووضعوا سيناريوهات. السيناريو الأول بأن تكون هناك ضربة ضخمة جدا من الصواريخ من قبل إيران تكون تفوق 14 نيسان، الحديث يدور عن تزامن ما بين الجبهات المختلفة، اليمن، لبنان، العراق، سوريا، وكذلك غلاف غزة. أيضا الحديث يدور عن متتالي أن تكون الضربات يعني واحدة وراء الثانية، سيناريوهات لم تتوقف من المحللين العسكريين والإسرائيليين، لكن هناك يعني إجماع أين تكون الضربة، ما نتيجة الضربة، هل إسرائيل سترد على الضربة وتبلعها أم الموضوع يتحول. وهنا إن كان المقصود أنه إذا عملية الرد على الرد، بمعنى فإن المنطقة ذاهبة إلى حرب عالمية، بمعنى واضح جدا أن المشهد العالمي الذي ذكره ضيفك في موضوع النفط والغاز والسيطرة والنظام العالمي الذي يحتكر على رأس الولايات المتحدة، وهناك تجاذبات ما بين روسيا مع أمريكا وبين الصين مع أمريكا وأمريكا الجنوبية كوريا الجنوبية، وبالتالي هناك معادلات في المنطقة عدا عن الدول المهمشة الأوروبية ودورها في المنطقة نتيجة هذه الأزمات الموجودة. السؤال، هل هذا الموضوع ممكن أن يؤدي إلى ما يمكن أن يؤدي، لأن الوضع الإقليمي سيفجر المنطقة إلى دوليا، وبالتالي وهل هناك استعداد غربي أمريكي للمجازفة بورقة إسرائيل في المنطقة، وهل هناك رغبة أيضا بإشعال الحرب في الشرق الأوسط؟ نعم، ولهذا بايدن ماذا قال قبل قليل مطولا مع نتنياهو، أنه إحنا مديناكم، هناك تحريك بوارج وعلى متنها ما يقارب 4000 أمريكي، تم تمديد مقاتلات كذا إلى آخره، لكن جغرافيا لا تستطيع إسرائيل يعني أن تحمي أن يكون هناك يعني تحالف من قبل يحميها من دول أخرى، وبالتالي خاصة في الموقع الجغرافي المحيط والاشتباك المتواجد مثل لبنان، نعم، سوريا،
والدول الأخرى. الدول البعيدة ممكن هنا تتدخل أمريكا وتقوم بعملية الاعتراض في للصواريخ. هذه المعادلة قالها بايدن قبل ساعات تقريبا في 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 المباحثات مع نتنياهو، أننا لا نستطيع أن نقدم كل الإمكانيات اللازمة، خاصة أن بايدن محبط من نتنياهو، ليس محبط بين قوسين، محبط لأنه يريد أن يسلم لهاريس كاميلا ملف ثقيل، وخاصة أن نتنياهو أحرج الديمقراطيين بشكل كبير وغمز ولمز الحزب الجمهوري ولعب على هذه المعادلة. سيد إسماعيل، الوقت بدأ يداهمنا، ماذا تخطط القسام للانتقام لعملية اغتيال سيد إسماعيل هنية؟ الحقيقة لا أحد يعلم بالميدان ما هي التوقعات، لكن واضح جدا بأن هناك سيناريو على الأقل حزب الله أعلنها بالأمس بشكل واضح، سيكون هناك ضربة نوعية محددة تؤلم إسرائيل، كذلك الأمر إيران، كذلك الأمر اليمن، والقسام لديه بنك أهداف وضعها طالما الحرب يعني قائمة أصلا في قطاع غزة، لكن أيضا لا ننسى يعني اغتيال قائد من هذا النوع، وهو اغتيال سياسي واغتيال لشعب الفلسطيني واغتيال لحركة حماس واغتيال للرصاصة للمفاوضات التي يتم إطلاقها. وبالتالي يعني هذه معادلة ليست جديدا، بكل الأحوال الاغتيالات بنك الأهداف هذا موجود لدى إسرائيل منذ سنوات طويلة. ما المتوقع؟ هناك مفاجآت كثيرة لدى المحور أو لدى القسام، ونحن نشاهد هذه ما يجري الآن في قطاع غزة. على سبيل المثال تم إطلاق اليوم يعني قبل قليل لأكثر من 20 صاروخ على غلاف غزة قبل ساعة، وعلقت الصحافة الإسرائيلية وقالت أنه مش معقول يعني 300 ويوم تقريبا، وادعى رئيس الجيش والأركان والمتحدث بأنه تم الإنهاء على كافة القطاع وتم اغتيال العديد. جيد، وضحت الفكرة سيد إسماعيل إذا تسمح لي. سيد عباس، إسرائيل محاطة تقريبا من أغلب الأماكن بجبهات المقاومة، ما هي أكثر الجبهات تأثيرا وضررا لجيش الكيان الصهيوني؟ لا شك أنه الجبهة الأساسية هي جبهة غزة، هذه الجبهة المقاومة الشجاعة التي تقف صامدة، واليوم هي أعطت ما يقرب من 40,000 شهيدا، وتوسمت بالشهداء بشهداء قادتها، فبالتأكيد هذه الأكثر حرجا والأكثر ضررا. أما ما تبقى فكل له دوره، وبالتأكيد كل يعني حزب الله مثلا يشغل ثلث الجيش الأمريكي الإسرائيلي ويقطع الشمال، أنصار الله يغلقون المضائق، حزب الله في العراق والمقاومة الإسلامية تدك المعاق الأمريكية التي تسندها الجمهورية الإسلامية، لا شك أنها تستطيع أن تردع ردع كبير جدا في الجغرافيا وغيرها، فضلا عن توقع بوجود حلفاء لم تتوقعهم إسرائيل، حلفاء للمحور قد تكون لهم مشاركة ودور في تأديب إسرائيل. نعم، الناشط والباحث في الشأن السياسي سيد عباس العرداوي، أشكرك جزيلا. شكرا جزيلا لك. والناشط السياسي من فلسطين سيد إسماعيل المسلماني، أشكرك جزيل الشكر، شكرا لكم. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس بعد تطور الأوضاع في المنطقة على خلفية اغتيال القائد إسماعيل هنية. نتابع.
إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني سيكون عن انطلاق المفاوضات مع ائتلاف الشركات المستثمرة لمشروع مترو بغداد، وراح نفتتحه وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. مجددا العراق ينفض الغبار عن مشروع مترو بغداد بعد تأكيد أمين العاصمة انطلاق المفاوضات مع الشركات المستثمرة للمشروع بكلفة بلغت 18 مليار دولار، والذي سيغطي 80% من مناطق العاصمة ليستخدمه 30 مليون راكب شهريا، وسيشمل 14 منطقة موزعة ما بين الكرخ والرصافة. بالتأكيد ما نجحت فيه الحكومة الحالية على عكس الحكومات السابقة هو نجاحها في مجال الإعمار، في مجال بناء المجسرات، توسعة الشوارع، فتح طرق جديدة. هو ما يأملنا بنجاح مشروع مترو بغداد اللي طال انتظاره على مدى أكثر من 20 عام. فيما السابق كان قطار بغداد المعلق، أما الآن يعني الكثير من النجاحات هي تعكس مدى جدية الحكومة بإنجاح مشروع مترو بغداد. وينظر مواطنون أن إنجاز مشروع مترو بغداد يعتبر واجهة حضارية للبلاد وحل هام لمشكلة الازدحام المروري المتفاقم في الشوارع، خاصة مع تزايد أعداد المركبات بشكل كبير، كما يتوقع أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. أعتقد أن مشروع مترو بغداد واحد من أهم المشاريع بتاريخ العراق الحديث حقيقة، بعد يعني الأزمات اللي شفناها بالعاصمة بغداد على مستوى الازدحامات المرورية، يعني تقريبا بغداد مشلولة مروريا، فبالتالي هذا المشروع ربما راح يغير وجهة بغداد، على اعتبار أنه مختلف دول العالم اللي تريد تنمي من مدنها تهتم أولا بقطاع النقل، وأبرز قطاع بقطاع النقل بالتأكيد مترو بغداد. أعتقد هو استكمال لمشاريع فك الاختناقات المرورية والمجسرات اللي تقوم بها الحكومة، نهضة عمرانية غير مسبوقة. وبحسب خبراء في المجال، فأن المشروع الحيوي الذي سيغطي مسافة طولها 148 كيلومترا مقسمة على 7 خطوط و64 محطة مترو، ومن المتوقع اكتمال المشروع في غضون 4 أعوام. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. مشاهدينا، محور حديثنا في هذا الملف راح يكون مع مدير الإعلام والعلاقات في وزارة النقل السيد ميثم الصافي. مرحبا بحضرتك سيد ميثم. أهلا بجنابك سيد ميثم. الآن المشاهد يجوز يتساءل، معقولة بغداد يصير بها مترو ونشوف بغداد حالها حال العواصم المتطورة؟ شنو أهمية هذا المشروع، وهل من الممكن أن ينفذ واقعا ونراه واقعا في القريب العاجل؟ تفضل. شكرا جزيلا لكم ولقناتكم الموقرة لإتاحة الفرصة الحديث عن هذا المشروع المهم. بالتأكيد أنه جدية الحكومة هي تأكد أنه هذا المشروع سيكون، وهذا المشروع أصبح واقع بعد استكمال عدد من الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع عدة شركات، سواء شركات الاستشارية، الشركة الماليزية وتحالفها، وكذلك الشركات الأخرى اللي راح تكون هي المستثمرة للمشروع، وهي تتكون من 9 شركات من شركات عالمية أيضا. المشروع يعني هو مشروع الجهة القطاعية المسؤولة عنه بشكل مباشر هي أمانة بغداد. يعني هذا المشروع ينفذ يعني بتعاون 9 شركات؟ نعم، تنفذ المشروع. نعم نعم. المشروع ضخم جدا، ميزانيته أيضا عالية جدا ومرتفعة تصل إلى 18 مليار دولار. المشروع هو بحد ذاته راح يصير بنقلة نوعية للعاصمة بغداد، لا يتعلق فقط في قطاع النقل، وإنما راح يضيف إضافة حضارية لجمالية العاصمة. لا ننسى أن المشروع هو مشروع راح يكون هنالك عملية نقل لعدد من المسافرين بأوقات قياسية. المشروع أيضا راح يكون ضمن نظام متطور جدا، نظام كهربائي راح تكون به 4 محطات رئيسية، منفصل تماما عن الطاقة الكهربائية المعمول بها بالبلد. إذا مرتبطة سوينا مشكلة. ب7 خطوط راح تكون هذه ال7 خطوط متداخلة، تركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية، وكذلك التجمعات لها علاقة بالتسوق، وأيضا صروح العلم من جامعات ومعاهد، بالإضافة إلى أن يكون هنالك تركيز للمشروع حول الأماكن الدينية أيضا، وكذلك الصحية وأيضا الرياضية. نعم جيد. أنا اللي أعرف أنه المترو يحتاج إلى محطات في كل مكان. نعم. يتوقف به، راح نشهد هالمحطات في الأماكن اللي
يتوقف بها، وايضا ما راح تكون اكو تقاطعات تعرف هسه اليوم اذا نتحدث عن ساحه عدن وغيرها بها جسور مشيده جديده، بالتالي هذا الامر تم دراسته لو بالتاكيد راح يكون ب 64 محطه، هذه المحطات راح تكون مجهزه وضمن ايضا ضمن التطور التكنولوجي، لا ننسى انه هذه القطارات وهذه العربات راح تكون هي ضمن مواصفات عالميه تتمتع بالتكنولوجيا العاليه مثل الانترنت وغيرها. ايضا راح يكون هذا القطار هو قطار بخدمه لذوي الاحتياجات الخاصه، وايضا عربات في اي بي وعربات عادي، راح يكون المواطن انه يروح من خلال المترو يستمتع، وايضا راح يغني عن يعني التنقل من خلال مركبته الخاصه. لا ننسى انه هذا المشروع معمول بعدد من الدول ونجح، ايضا حكومه عازمه على انجاح هذا المشروع وتنفيذه حسب التوقيتات الزمنيه. احنا كوزاره النقل جهه قطاعيه فنيه، لكن هو المشروع بحد ذاته هو مشروع من مهام امانه بغداد. سيد ميثم، هذا الموضوع مترو بغداد تحدثت به الحكومات السابقه لكن دون تنفيذ، برايك ما هي ابرز الامور اللي اعاقت تنفيذ هذا قبل المشروع؟ قبل نتحدث عن عدم تنفيذ المشروع خلينا نركز على موضوع اخر، انه شموليه هذا المشروع تختلف عن المشاريع السابقه. المشاريع السابقه دراسه الجدوى تخص من 10 الى 15% واقصى حالاتها هي 30%، اما هذا المشروع فراح يخدم 85% من العاصمه. اكو فرق بالمشروعين، يعني هذا المشروع ما يشبه ذاك المشروع، هذا المشروع يكون اوسع. هنالك ايضا خطه موضوعه لهذا المشروع، وكذلك خطط اخرى تتعلق بالجسور والتقاطعات وغيرها. حقيقه حكومه الخدمات جاده في هذه الملفات، لا ننسى ان هنالك ايجابيه من الشارع العراقي بدا يتاكد انه هذه الحكومه جاده بمشاريعها. لا ننسى انه سبب تلكئ المشروع تعرفون تاريخ العراق السياسي اثر على هذا الموضوع، هنالك حقبات زمنيه تعرض بها البلد الى حروب متعدده، اما ما بعد 2003 فتعرفون انه الملف الامني هو السائد في العراق، وهو اللي تقريبا كان الى حصه الاسد من التركيز للحكومه. اما حكومه الخدمات فهي مؤكده وتؤكد على ان يكون هناك خدمه للمواطن، وكذلك استنفار في عمليه التنفيذ وتقدم بنسب انجاز المشاريع الخاصه سواء بالنقل او غيرها. سيد، مثل هيك ملف مهم وموضوع ملفت، خلينا يصير عندنا الفضول انه نسال مثلا ايش قد يحتاج من الوقت حتى نقدر نشوف بغداد بها مترو جاهز؟ لربما يحتاج 4 سنوات حسب ما ذكر بعض المختصين بهذا المجال. بما أن الحكومة ذهبت باتجاه أن يكون هناك توقيع لعقد استشاري وبعد توقيع لقضايا تخص المستثمرين وتم استلام اعتماد الائتلاف اللي راح ينفذ المشروع، فبالتأكيد أن الحكومة جادة. لا ننسى الأيام القليلة القادمة سيكون هناك اجتماع بين أمانة بغداد وهيئة الاستثمار وكذلك ائتلاف الشركات من أجل هذا المشروع المهم. أعتقد أنه المشروع أصبح واقع وأصبح حقيقة، وكذلك العراقيين يستحقون أن نقدم لهم مثل هكذا مشاريع. نتمنى من العراقيين أنه يطمئنون ويكونون إيجابيين أكثر مع هذا مع نوايا الحكومة، وإن شاء الله إحنا راح نقدم اللي نقدر عليه إن شاء الله. شنو دور وزارة النقل في دعم هذا المشروع؟ وأيضا أسألك من المسؤول عن التعاقد مع الشركة المنفذة لهذا المشروع أو الشركات المنفذة وكيف يتم اختيارها؟ بالنسبة لوزارة النقل تعرفون هي كجهة قطاعية لها علاقة بالقضايا الفنية اللي لها بعالم النقل بشكل عام. لا ننسى أنه وزارة النقل لديها رؤية في موضوع النقل الجماعي، والمترو هو أساسا ضمن مشروع النقل الجماعي. عندنا احنا مشروعنا الخاص بنا اللي هو مشروع الحافلات أو باصات النقل الجماعي، تم تفعيل هذه الباصات في بغداد. اليوم احنا وصلنا الى 34 خط تم افتتاحها، خطتنا تشمل 72 خط وكذلك الخطوط الاخرى بالمحافظات. ايضا لدينا 600 باص جاهزه للعمل في هذه الرؤيه او المشروع العام اللي يعتبر هو احد المشاريع اللي ممكن انه تقلل التلوث بالبلد وكذلك تقلل الكلفه على المواطن. نجح برايكم هذا المشروع لو بعض المواطن يحتاج الى ثقافه استخدام النقل الجماعي؟ فيما يخص موضوع النقل الجماعي هنالك اقبال من قبل المواطنين وكذلك ايجابيه من قبل المواطنين بالتعامل معه، عكس ما موجود في القطارات. مثلا هنالك عدد من الهجمات تعرض لها قطاراتنا بالفتره السابقه، لكن موضوع النقل الجماعي باصاتنا هي مكيفه، ايضا هي تلاقي استحسان المواطن العراقي. ايضا لا ننسى الايام القادمه سيتم نصب عدد من المظلات ذات المواصفات العالمية مكيفة وكذلك بها شاشات تبين مسارات الباصات وأوقات قدومها، وهذا هو جزء من المشروع. أما الجهة القطاعية المسؤولة عن توقيع العقود فبالتأكيد أنه كل جهة قطاعية لديها مشروع خاص بها هي المسؤولة عن تنفيذ وتوقيع هذه العقود وفق
رؤية استراتيجية تضعها الحكومة بما يخدم مصلحة البلد، سواء مشاريع النقل الخاصة بالنقل وكذلك المشاريع الأخرى التي تتبناها الحكومة العراقية. نبهتنا على نقطة وأنت ذكرتها في كلامك، ملف القطارات ملف منسي تقريبا في العراق. اليوم يقول لك مثل ما تفكر ببغداد يكون بها مترو، أيضا يحتاج نفكر بطرق سكك حديد نقل قطارات بين المحافظات، وتعرف صعوبة التنقل، الطرق المو مناسبة بين المحافظات. ليش هذا الملف منسي لغاية الآن؟ أبداً هو مو منسي، لكن ماكو تركيز إعلامي قوي عليه بصراحة. بعد عام 2014 كان هنالك دمار لعدد من الخطوط الخاصة بالنقل الداخلي سواء المناطق الشمالية والوسطى، وأيضا كان هناك اندثار لبعض الخطوط. عملت وزارة النقل منذ بداية عام يعني عام 2023 ونهاية عام 2022 على وضع خطة لهذا الموضوع. كان هنالك عادة لعدد من الخطوط، أبرزها خط بغداد سامراء 120 كيلومتر، وخط بغداد الرمادي، وأيضا اللي راح يتم افتتاحه قريبا، وكذلك تم افتتاح خط بغداد الفلوجة، بالإضافة إلى خط صلاح الدين، أعتقد صلاح الدين بيجي، هذا الخط اللي له علاقة بمحافظة صلاح الدين، وتكريت أيضا الشرقاط، كذلك أيضا افتتاح خط بغداد بغداد المسيب المزدوج، لهذا راح يساعد بعملية التفويج الزائرين من وإلى محافظة كربلاء. نسأل إحنا عدنا قطارات، نعم عدنا قطارات تكفي هذه الخطوط. نعم راح أجاوبك عن هذا الموضوع، وكذلك خط العامل والفاعل بصورة جيدة جدا اللي هو خط بغداد بصرة، وأيضا خط بغداد المنطقة الفرات الأوسط. عندنا مشكلة في مناطق الأخرى اللي هي مثلا الخط اللي بين محافظة البصرة باتجاه محافظة باتجاه العمارة باتجاه واسط باتجاه محافظة ديالى ثم كركوك، والربط بالمناطق الشمالية والعودة للمناطق الأخرى الوسطى والجنوبية، يعني شبكة موحدة. هذه كانت من ضمن الرؤى اللي وضعتها وزارة النقل، يكون هناك خطوط لهذه المحافظات وعدم عزلها سككيا. وأيضا تم وضع هذه الخطة، والوزارة جادة بدراسة هذا الملف لخطة أوسع من هذا، واللي هي خطة مشروع طريق التنمية اللي راح تكون خطوط أو قطارات، هي خطوط منعزلة يتم ربط المحافظات الأخرى التي لم ترتبط بطريق التنمية بهذا المشروع وفق الرؤية اللي وضعتها الحكومة العراقية. لا ننسى أن مشروع طريق التنمية هو مشروع رائد حيوي، راح يكون هو إحياء لعملية الخطوط عملية النقل فيما يخص الخطوط السككية وكذلك البرية. ومن أهم مميزات هذا المشروع أن يكون هنالك مصانع ومعامل على جانبي الطريق. لا ننسى أن المشروع راح يخدم فعليا 27 مليون عراقي، راح يكون هنالك أكثر من 100 ألف عامل عراقي. إحنا لما نقول عامل عراقي لربما يصور الآخرون أنهم عمال مثل ما أشرهم بعض المحللين عمال تحميل وتفريغ، لا بالعكس، ربما يكون هنالك خبراء ومهندسين ومختصين في قطاع النقل وفي قطاع السكك وفي قطاع البري لهذا المشروع المهم والحيوي. لا ننسى أن هنالك عدد من المطارات اللي موجودة بالعراق، المطارات الحيوية، وبالإمكان ربطها بهذا المشروع. هنالك تقدم في مطار الناصرية اللي هو يعتبر من المشاريع المهمة في قطاع النقل اللي كان متوقف لعدد من السنين، وكذلك هنالك عملية إنجاز في مطار الموصل، أيضا هنالك إنجاز في مطار كربلاء المقدسة، بالإضافة إلى خطة وزارة النقل وخطة الحكومة العراقية لإعادة تأهيل مطار بغداد الدولي يكون ضمن المطارات العالمية، وبالمساعدة مؤسسة التمويل الدولي IFC. وأيضا هناك خطة شاملة تشمل 12 مشروع لعملية تأهيل مطار بغداد الدولي، قريب العاجل راح يشهد تنفيذ 5 مشاريع منها. بالتزامن مع قرب الزيارة الأربعينية، ما هي استعداداتكم وتفاصيل مشروع قطار كربلاء نجف؟ نعم، هذا السؤال أيضا مهم جدا. بالتأكيد أنه يوم أمس القريب كان هنالك اجتماع للسيد وزير النقل الأستاذ رزاق محايب السعداوي، ضم التشكيلات الفاعلة في عملية تفويج الزائرين في زيارة الأربعينية، هذه الزيارة المليونية المهمة اللي تعتبر هي أيضا تحدي لوزارة النقل، لكن باعتبار أن وزارة النقل صاحبة التجربة بهذا الملف فوضعنا استعداداتنا مبكرا. كان هناك توجيه بضرورة التواجد الميداني للمدراء العامين واستعراض الخطط الموضوعة لهذه الزيارة، وكان أيضا هنالك توجيه من قبل وزير النقل بأن يكون هنالك تركيز على اللجان الفنية وكذلك اللجان المتابعة داخل يعني أثناء عملية التفويج وكذلك في المنافذ الحدودية. وأيضا كان هنالك بيان لمدى تطبيق خطة وزارة النقل حسب توجيهات اللجنة المركزية العليا للزيارة الأربعينية واللي هي تكون تحت إدارة وزارة الداخلية. تم الاتفاق على أن يكون هنالك يعني أو التوجيه
والاستعداد من قبل تلك التشكيلات على أن يكون هناك 650 باص تابعة للمسافرين والوفود، هذه تمزجها بالزيارة والتفويج من وإلى محافظة كربلاء. 600 راح تكون فعليا موجودة، وال50 راح تكون احتياط نحتاجها ندخلها بالعمل. أيضا راح يكون هناك الشركة العامة إدارة النقل الخاص مسؤولة عن تنظيم وتأهيل الجراجات وكذلك مركبات النقل الخاص سواء الصغيرة أو الكبيرة في المحاور الأربعة الموزعة على أطراف محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وكذلك توزيع اللجان بالمنافذ الحدودية. أيضا الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أعلنت عن استعدادها لعملية التفويج لعدد من الدول المهمة اللي لها علاقة بهذه الزيارة، أبرزها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كذلك عدد من الدول في الخليج العربي، وأيضا عدد من العفو لبنان وكذلك باكستان وايضا تركيا. سيد نيثن، نعم، باختصار شديد، اي القطارات ستكون خلال الزياره فاعله؟ نعم، من اي المحافظات او القريبه على المنافذ؟ نعم، هنالك محورين رئيسيين اللي هو محور بغداد كربلاء المقدسه ومحور كربلاء المقدسه البصره، باعتبار يمر على عدد من المحافظات الجنوبيه. تم تهيئه 16 قطار لهذا الملف من قبل الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، وكذلك أيضا تهيئة اللجان الفنية لمعالجة أي عطل ممكن يحدث. نعم نعم. مدير الإعلام والعلاقات في وزارة النقل السيد ميثم الصافي، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك عزيز. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يوجه بالوقوف دقيقة صمت يوم غد السبت تخليدا لشهداء العراق وضحايا الإبادة الجماعية. وزير الداخلية يؤكد حماية الشريط الحدودي العراقي السوري وعدم السماح بأي ثغرة. وزير الكهرباء يعلن نصب 70 محولة لتوفير طاقة مستمرة لمواكب خدمة الزائرين. هيئة النزاهة تعلن الإطاحة بمدير عام سابق في وزارة النقل بتهمة الكسب غير المشروع وغسيل الأموال. مديرية الدفاع المدني تعلن إخماد حريق اندلع بخزانات تحمل النفط الأسود بمعمل للفلانكوت جنوب بغداد. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.